بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة جديدة على الروتيشن موشن. لو المسألة اللي فاتت كانت سهلة فدي أسهل منها، لأن هنا الألفا دالة في الزمن، يعني تفاضل أو تكامل عادي جدا. بيقول لي a motor gives gear A an angular acceleration of alpha A 2 تيتا كعيب. الألفا للترس A 2 تيتا كعيب. ألفا دالة في الزمن. T is in second if this gear is initially turning at omega A 15 radian per second. الأوميجا الابتدائية للترس A 15 radian per second determines the angular velocity of gear B بعد 3 ثانية. طيب أنا عايز أوصل للأوميجا للترس B، يبقى أنا لازم أجيب الأوميجا للترس A الأول اللي هو مديني شوية معلومات عنه، وبعد كده أربط الترسين ببعض عن طريق السرعة المشتركة، أقول إن أوميجا في R بتساوي الأوميجا في الـR. أنا هجيب الأوميجا للترس A الأول، إزاي أجيبها؟ أنا عندي ألفا بتساوي 2 تيتا كعيب، وأنا عارف إن ألفا هي تفاضل السرعة، يعني بتساوي دي أوميجا باي دي تي. طيب أنا هشيل دي تي من هنا، طيب وبعد كده أكامل. طيب يبقى إذا تكامل دي أوميجا، خلاص أمسح الألفا مش عايزها دلوقتي، 2 تكامل، تكامل الدي أوميجا بيساوي تكامل 2 تيتا كعيب دي تي. طيب منين لفين حدود التكامل؟ هو بيقول لي إيه؟ الأوميجا إيه ب 15 الابتدائية، وأنا عايز أوصل لأوميجا إيه النهائية. الزمن initially يعني بادئ من الزيرو، من في الزيرو كانت الأوميجا A ب 15، وعايز أوصل بقى إيه؟ عاوز أوصل لأوميجا A بعد 3 ثانية. طيب هكامل 2 تيتا كعيب، هتبقى 2 تي أس 4 على ال 4، حدود التكامل من 0 ل 3، ده يساوي تكامل الدي أوميجا بأوميجا، حدود التكامل من 15 لأوميجا A. طيب هعوض طبعا 2 مع 4 يبقى 2 تحت، تي أس 4 على ال 2 يبقى 3 أس 4 على ال 2 هيساوي ناقص الزيرو، طبعا هيطير التي، هيساوي الأوميجا A ناقص ال 15 اللي فوق ناقص اللي تحت، أوميجا A ناقص ال 15، يبقى أوميجا A يساوي 3 أس 4 على ال 2 زائد 15، أوميجا A تساوي 55.5 راديان بير سكند. أنا عايز الأوميجا B، يبقى أوميجا B في R B هيساوي أوميجا A في R A. أوميجا B أنا عاوزها R B 175 يساوي أوميجا A اللي أنا جبتها ب 55.5 في الـ RA اللي هي ب 100، يبقى 55.5 في 100 على 175 هتطلع الأوميجا ب 31.7، طبعا طالما الأوميجا A في الاتجاه ده فالأوميجا B هيبقى في عكس الاتجاه اللي هو عكس عقارب الساعة. كده تبقى المسألة انتهت، ومع السلامة.